بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة صلاة التراويح من إمامنا في هذه الليلة إلى قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبتهم في الدنيا عند ورود الشبهات وعند عروض الشهوات، يثبتهم بالقول الثابت. فإذا وردت عليهم فتنة، سواء كانت فتنة شهوة أم فتنة شبهة، ثبتهم الله عز وجل. والفتن مردها إلى نوعين، فالفتن نوعان: فتن شبهات، وهي التباس الحق بالباطل بحيث يرى الحق باطلاً والباطل حقاً. ودواء هذا النوع من الفتن هو بالعلم النافع الذي يزيل عنه الشكوك والشبهات والفتن. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، وليس المراد بالشهوات ما قد يتبادر إلى الذهن من شهوة الفرج، وإنما المراد بالشهوات هنا الميل والانحراف عن شريعة الله عز وجل، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيضاً يثبتهم الله تعالى عند السؤال عند القبر، في القبر، يثبتهم عند السؤال في القبر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. الثبات على دين الله أيها الإخوة في هذه الحياة الدنيا له أسباب، فمن أعظم أسبابه أولاً الإيمان بالله والإكثار من الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. فالإيمان بالله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة من أسباب ثبات الإنسان على دينه. واعلم أن الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا، ولا سيما الإكثار من التطوعات، له فوائد عظيمة. فمن فوائده أولاً أن هذه التطوعات تكون سبباً في زيادة إيمانه ورفعة درجاته وتكفير سيئاته، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ثانياً من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا استكثر من الأعمال الصالحة فإنه ينال بذلك محبة الله عز وجل. فمن أسباب نيل المحبة، أعني محبة الله،
إكثار الإنسان من الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا استكثر من الأعمال الصالحة ثم حيل بينه وبينها لمرض أو سفر أو أي مانع كان، كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه. فمن كانت عادته أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويعود المرضى ويتبع الجنائز ويبر بوالديه ويصل رحمه ويحسن إلى الناس، ثم حصل له مرض أقعده عن هذه الأعمال الصالحة، كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لتفريج الكروب وزوال الغموم، فإذا أصاب الإنسان كرب أو هم فرج الله عنه كربه، نفس الله عنه كربه وفرج همه بسبب هذه الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا صالحة في حال صحتك وحال رخائك تكون ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب للوقاية من الفتن والنجاة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الإيمان بالله والإكثار من الأعمال الصالحة. ثانيا من أسباب الثبات على دين الله الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، فإن الإقبال على كتاب الله سبب للثبات على دين الله. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والحرص على الاقتداء به والسير على هديه، فإن التمسك بالسنة مما حث الله عز وجل عليه في كتابه ورغب فيه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك بالسنة أيها الإخوة له آثار جليلة عظيمة، منها أولاً أن الإنسان إذا تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه حجة أمام الله تعالى، لأنك يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان، وإنما ستسأل عما جاءت به الرسل
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لن تسأل عما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء أئمة، ولكنهم ممن يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم، فأقوالهم ليست حجة. الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضاً الإنسان إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان على بينة وبصيرة ودليل وبرهان، لأنك إذا تمسكت بالسنة وتعبدت لله عز وجل بالسنة ثم جاءك شخص ينكر عليك لما تفعل هذا، فماذا سيكون جوابك؟ تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن لو قلت لأن الإمام أبا حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد فعلوا ذلك، فسيقول لك ليسوا حجة، هم على العين والرأس، لكن أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها. ثالثاً، أنك تستطيع إقناع غيرك إذا تمسكت بالسنة، تتمكن من إقناع غيرك، فإذا طالبك بالدليل قلت له الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو قال ذلك. من ثمرات وفوائد التمسك بالسنة أن الإنسان يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطاً في دينه بين الغالي فيه والجافي عنه، لأن الناس في دين الله على أقسام ثلاثة: منهم من غلا، ومنهم من جفا، ومنهم من سلك طريقاً وسطاً. فالذي يسير على السنة ويتبع السنة يكون وسطاً في سيره إلى الله عز وجل بين الغالي في دينه وبين الجافي عنه. ومنها أيضاً أن الإنسان إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن البدعة، فصار ينبذ البدع ويكرهها، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك، كذلك أيضاً لا يجتمع سنة وبدعة. الإخلاص لا يمكن أن يجامع الشرك، كذلك أيضاً السنة لا يمكن أن تجامع البدعة وأن تكون معها. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الإكثار من ذكره، فالإكثار من ذكر الله بأنواعه، سواء كان ذكراً باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، هو سبب من أسباب الثبات على دين الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. من أسباب الثبات على دين الله اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس إيماناً وأتقاهم لله وأخشاهم له، كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بالثبات على الدين فنحن أولى وأحرى. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الحرص على الرفقة الصالحة. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ليحرص كل واحد منا على الرفقة الصالحة الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا جهلت علموك، وإذا غفلت وعظوك. هذه هي الرفقة الصالحة التي يستعين بها الإنسان ويستفيد منها في الدنيا والآخرة. من أسباب الثبات على دين الله أيضاً الحرص على حضور حلق العلم ومجالس العلم، فإن حضور حلق العلم ومجالس العلم والالتفاف حول العلماء سبب من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طرق أصحاب الجحيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.